ياس، كان يشوف هاد الوقيته صعيبه مال شحال. هاد والدينا كانوا ما لقاو لا معلومه لا فرصه، تلقى عنده خيار واحد، يا يجي يمشي يقرا يا يجي يمشي يخدم شي خدمه بالسز منه، ما هادشي اختار. المشكله اللي كنعيشو دابا العكس ديال دابا، ولاو الفرص كتار كتار بزاف، ولات المعلومه موجوده بزاف، وهادشي ما جاش بشي منفعه، جانا بنادم ترون وبقى عارف ما يختار، بقى عارف ما يدير، ولا بنادم مشتت وتيسول ما عرفتش شنو ندير. احسن حاجه ممكن دير في هاد السمان هذا هي تقلب شويه عليك، عندنا الوقت عندنا المعلومه عندنا الفرص كتار، شويه عليك اختار الفرصه ديالك وركز فيها، ما بقاش طار من فرصه لفرصه ومن نيتش لنيتش ومن حاجه لحاجه. كلشي كيوصل، كلشي فريمون كيوصل، كاع الفرص كيوصلوا، غادي تشوف الناس في كاع المجالات الحمد لله راهم واصلين، كلشي واصل. بقات قضيه وحده هي خاصك تركز، فريمون خاصك تركز. علاش؟ لان شنو اللي كيطرى؟ لان خاص تمشي مع الفرصه حتى الاخر ديالها، تمشي مع ديك الخدمه حتى الاخر ديالها، غادي تعطيك. اللي كيطرى هو الواحد تيدير بحال اللي كيحفر شي بير، الا بقيتي كتحفر توصل واحد النهار توصل للماء، كاين اللي توصل على 20 متر، كاين اللي توصل على 80 متر، كاين اللي توصل على 160 متر، اي واحد علاش كيوصل له، ولكن اللي كمل تيوصل. المشكله اللي كطرى للاخوان هي انه كيحفر هنا شويه في شي مجال، كيرحل المجال الاخر كيخدم في لي كوميرس شويه، تقول لك ما عطانيش كيمشي، حتى حاجه ما غادي تعطيك، لان انت كتحفر شويه وكتبدل البلاصه، ما كنبدلوش البلاصه، كنبقاو في نفس البلاصه. الله تهلاو لي في راسكم وتبارك الله عليكم، وعرف راه الا جديتي في شي حاجه وكملتي فيها عاجي سوي السيورة جيت وصل فيها، وبالتوفيق وبسلامة.